هذا صحيح، لم تتوقف الرشقات الصاروخية ولم تتوقف صافرات الإنذار تدوي في أكثر من منطقة، تحديدا في ثلاث مناطق رئيسية، نتحدث عن طبرية ومحيطها، الشرقي والشمالي والغربي، عفوا الجنوبي والغربي، وأيضا عن منطقة الجولان شماله وجنوبه. ولكن المنطقة الأبرز التي تعرضت لعدة رشقات بعضها لم تدوي خلالها صافرات الإنذار هي في منطقة حيفا، نهرية، الكريوت، ومنطقة عكا، حيث أفدنا بأن هناك عدد من الصواريخ لا تقل عن 10 صواريخ أطلقت على منطقة حيفا فقط، وبعضها سقط في البحر. الآخر يقول الجيش الإسرائيلي بأنه سقط في مناطق مفتوحة، والبعض الآخر تم اعتراضه في السماء من منظومة القبة الحديدية. لكن أيضا بالمقابل مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود إصابات في منطقة حيفا من جراء هذه الإطلاقات والرشقات المتتالية. لم تتوقف صافرات الإنذار في نهارية أيضا وفي منطقة الكريوت إلى الشمال من مدينة حيفا، حيث تعرضت لرشقات صاروخية متتالية. منطقة عكا، والأخطر من ذلك هو ما يتحدث عنه اليوم الجانب الإسرائيلي، عن أن اعتراضات وانفجارات سمعت في سماء حيفا من دون أن يسمع السكان صافرات الإنذار لأخذ احتياطاتهم والاحتماء في الأماكن المحصنة، وبالتالي هذا يجعل ويشيع قلقا وخوفا أكبر لدى الجمهور الإسرائيلي الذي بات نتحدث عن الملايين منهم في محيط صافرات الإنذار التي تدوي في هذه المواجهة المفتوحة ما بين حزب الله وإسرائيل. لواء حيفا فقط وحده يضم حوالي 3 ملايين إسرائيلي يسكنون في هذا اللواء، وطبرية كذلك الأمر. وبالتالي اليوم الحديث عن ملايين الإسرائيليين الذين باتوا في نطاق صافرات الإنذار، ولا ننسى الصاروخ الباليستي الذي قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترضه والقادم من اليمن وكان يستهدف منطقة تل أبيب، وكلنا استمعنا إلى صوت الانفجار الكبير الذي هز منطقة واسعة حتى وصل إلى مناطق في شمال الضفة الغربية. هذا الصوت الكبير الذي أدى وهو بسبب الاعتراض كما قال الجيش الإسرائيلي لهذا الصاروخ من منظومة آرو هيتس. بكل الأحوال الوضع هنا يعني متوتر جدا، لكن الآراء بالمقابل كلها تدعم بنيامين نتنياهو للذهاب نحو مواجهة شاملة وواسعة كهدف لعودة السكان الإسرائيليين إلى منطقة الشمال. رؤساء مجالس محلية في منطقة شمال إسرائيل يدعون بنيامين نتنياهو لعدم التسوية مع حزب الله، وبالمقابل نتنياهو وهذه الحالة من التشاؤم التي سادت المفاوضات لا يزال متمسك بأن المفاوضات يجب أن تكون تحت وطأة الضربات والهجمات والإغارات. وبالمقابل هناك الآن بدأ الحديث يدور عن قدرات حزب الله بعد أن كان الجيش الإسرائيلي أو مصادر أمنية تحدثت أنهم قوضوا 50% من قدرات حزب الله. اليوم عادوا ليتحدثوا اليوم عن امتلاكه لعشرات آلاف الصواريخ وآلاف المسيرات وآلاف القذائف القصيرة المدى واستعدادات كبيرة لحزب الله. وهناك ترويج للحالة بأن حزب الله لا يزال يعني يمتلك من القدرات العسكرية الكثير، وهذا كله أرضية وتمهيد الأرضية للذهاب في عملية برية. لا ندري إن ما كان هذا مناورة من بنيامين نتنياهو أم أن الأمر فعلا على أرض الواقع جدي، وهو كذلك كما نشاهده نحن هنا. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة والرصد من حيفا، مراسلنا فراس لطفي، شكرا. من القدس ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الحنان ميلر، أهلا وسهلا بك. بداية تعليق منك على ما سمعناه خلال 24 ساعة، يعني بعد الحديث عن أنه هناك ربما الدفع بهذه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار من 21 يوم، أتت القرارات مغيرة ما سمعناه من نتنياهو، حتى من الصحافة الأمريكية تقول بأنه هناك تغيير في رأي نتنياهو، وهناك اتهامات من الجانب اللبناني على لسان رئيس مجلس النواب تحديدا يتهم نتنياهو بالكذب. نعم، أعتقد أنه ما شهدنا في الأيام الماضية هو انتهاز الفرصة من قبل إسرائيل. يعني إسرائيل لاحظت أن هناك إنجازات ملموسة وحقيقية في تصفية بعض القيادات الكبيرة، وهناك استحقاقات في يعني القضاء على
حزب الله أو يعني توجيه ضربة قاسية مبرحة لحزب الله، فبالتالي المطالبة هي المواصلة، مواصلة القتال كما تفضل فراس قبل قليل، وخاصة من المجالس الإقليمية التي صبرت لمدة سنة تقريبا ثم طفح الكيل، وكان هناك شعور بأن هجوم البيجرز قبل أسابيع كان افتتاح لهجوم أوسع على حزب الله. كنا نتوقع أن كل عشرات أو مئات آلاف الصواريخ لدى حزب الله ستستخدم بيوم من الأيام، فأعتقد أنه وجود يعني نزوح عشرات الآلاف الإسرائيليين من بيوتهم هو الفرصة المواتية لإسرائيل لتوجيه هذه الضربة دون خسائر كبيرة بالأرواح في الشمال الإسرائيلي. ما الذي يوقف الحرب من وجهة نظر إسرائيل؟ ما يوقف الحرب هو فرض قرارات الأمم المتحدة 1701 من 2006 بانسحاب حزب الله من جنوب لبنان، وفرض قيود على حزب الله بعدم توجيه ضربات أو إطلاق صواريخ على الشمال الإسرائيلي، مما يتيح الفرصة للسكان الإسرائيليين بالعودة إلى بيوتهم. ما عدا ذلك لا أعتقد أن هناك سبب لوقف إطلاق نار من طرف إسرائيل، ولكن لا أعلم حتى الآن إذا دولة لبنان قادرة على فرض رأيها على حزب الله، أو حزب الله يتصرف تحت أوامر من طهران أو تحت حسابات أخرى، ولكن المطلب أو المطالبة الإسرائيلية هي بالسماح لعودة السكان إلى الشمال بشكل دائم، لا لوقف إطلاق نار مؤقت لـ3 أسابيع. هذا شرط غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، يجب أن يكون هناك اتفاق دائم، والأفضل اتفاق ترسيم حدود وسلام شامل مع دولة لبنان، لا خلاف لإسرائيل مع دولة لبنان. طيب، هل استمرار رابط حزب الله بين غزة ولبنان سيوسع الحرب لا محالة من وجهة النظر الإسرائيلية؟ هذا سؤال يجب أن يوجه لحسن نصر الله، هو الذي ربط من يوم 8 أكتوبر 23 مصير لبنان مع مصير يحيى سنوار وحماس. فاليوم السؤال ونسمع هو أيضا من الدولة اللبنانية يا أستاذ الحنان، يعني حتى رئيس مجلس النواب اللبناني يقول بالأمس أنه لا يمكن الفصل ولن نتخلى عن ما يجري في القطاع. دول أيضا حتى الولايات المتحدة بزيارات المبعوثين الدوليين وعلى رأسهم هوكستين، نوعا ما الجميع يقول بأنه حل في غزة سينسحب بطبيعة الحال على لبنان. لا أعلم لماذا يجب على السكان لبنان، على المواطن اللبناني أن يدفع ثمن قرارات يحيى السنوار أو قرارات حسن نصر الله. بالمناسبة حسن نصر الله لم يختاره، لم ينتخب بانتخابات لبنانية حرة، فهو يتحكم بمصير كل شعب لبنان. من فوضه لا أعلم، ولكن على كل الأحوال أعتقد أنه يجب الوصول إلى صفقة أو إلى اتفاق مع قطاع غزة، مع حماس، صفقة تبادل، ولكن حتى الآن لا تجاوب من قبل حماس. نحن لا نعلم حتى أين موجود يحيى سنوار منذ أسابيع وهو غائب، فلا أعلم ماذا مصير المسار الفلسطيني، ولكن على كل الأحوال هناك قرار أممي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، هذا قرار موجود، مش بحاجة لقرار جديد، فيجب أن يطبق بكل بساطة، ويجب وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل ولبنان. طيب، إذا لم يتغير ولم يتبدل الوضع، كيف ستكون النتيجة برأيك؟ ما هو السيناريو؟ هل فعليا نقترب من دخول بري إسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ بتقديري، وأنا لست خبير عسكري، ولكن بتقديري إسرائيل تتمتع من تفوق واضح وملحوظ جوي وفي المضادات الجوية، ولكن لا تتمتع بالتفوق في العملية البرية. حزب الله موجود ينتظر إسرائيل، هناك كمائن، هناك استعدادات لدخول دبابات، فلا أعتقد أنه من مصلحة إسرائيل الدخول البري، ولا يمكن يعني تصور ماذا يحقق هذا الدخول. يعني هذا يعرض الإسرائيليين أو الجنود لخطر، وكما شاهدنا هناك صواريخ باليستية بعيدة المدى، ف ماذا تحقق يعني ماذا يحقق التوغل الإسرائيلي؟ نحن كنا
محتلين في جنوب لبنان لمدة 18 سنة من 82 ل 2000، وهذا لا يساعد كثيرا الوضع الأمني في إسرائيل. حزب الله له قدرات أكثر من هيك، فأعتقد أنه العملية البرية هي مجرد تهديد أو ورقة ضغط على حكومة لبنان وعلى صناع القرار في العالم أيضا. طيب، فقط دعني أشير بأنه مصادر لسكاي نيوز عربية مصدر مطلع يقول مبادرة التهدئة لم ترفض بعد، والجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة من 21 يوما. هل برأيك بنيامين نتنياهو فعليا وحقيقة مستعد أن يقوم ويوافق على هذا المقترح، وأن أسلوبه يختلف عما يجري في قطاع غزة؟ طبعا أسلوبه يختلف، لأن لبنان دولة سيادية، يعني دولة مستقلة، وكل ما يحدث من لبنان هو مسؤولية هذه الدولة. قطاع غزة يختلف لأن لا توجد هناك حكومة، فيمكن أن يد إسرائيل مطلقة، يعني أو إسرائيل تتصرف بحرية أكثر في غزة. ولكن على كل الأحوال السؤال هو مسألة ضغوط، هل الضغوط الدولية لوقف الحرب أقوى من الضغوط الداخلية لمواصلة الحرب؟ كما سمعنا قبل قليل هناك شبه إجماع سواء في الجيش أو في المؤسسة الأمنية أو في المجالس الإقليمية وفي الحلبة السياسية على مواصلة هذا القتال حتى تدمير قدرات حزب الله على الأقل أكثر من اليوم. ففي نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق وهدنة، ولكن هناك المزيد باعتقاد إسرائيل، هناك المزيد يمكن عمله حتى يعني يستضعف أو يعني تضعيف. أستاذ الحنان، قبل أن ينتهي وقتنا، كيف ينظر في الداخل الإسرائيلي على ما يقوم به حزب الله الآن أو حتى الآن؟ يعني كان حديث الجانب الإسرائيلي أو الداخل الإسرائيلي أنه حزب الله يمتلك الكثير من الصواريخ الباليستية، البعض يقول أنه حتى الساعة لم يستخدمها، نسمع من أيضا مسؤولين عسكريين يقولون تم تدمير 40-50% من الصواريخ متوسطة المدى أو بعيدة المدى التي يمتلكها حزب الله. لكن في الداخل الإسرائيلي كل ما قام به من ردود حتى الآن حزب الله، كيف يتم تقييمه؟ هناك طبعا قلق، يعني كما سمعنا يعني مساحة أو خارطة وصول الصواريخ توسعت في اليوم أو يومين الماضيين، حيفا تحت مرمى النيران، طبرية، حتى تل أبيب، وهناك خشية يعني من مواصلة القتال. وفي نفس الوقت منظومات التصدي، منظومة القبة الحديدية والمنظومات الأخرى تعطي حاليا دفاع قوي جدا وناجح جدا لإسرائيل. ففي ظل صفرات الإنذار هناك ثقة عالية في قدرات الجيش الدفاعية، هناك التزام بتعليمات الدفاع المدني والدخول إلى الملاجئ، وكما نرى الخسائر البشرية في إسرائيل منخفضة جدا مقارنة بما حدث مثلا في غزة أو في الجنوب. فإسرائيل تتحمل أعتقد المزيد أيام من هذا، ولكن النهاية قريبة، مدة يوم أسبوع أو أكثر، لا أعتقد أنه أكثر من هيك. ولكن فقط قبل أن ينتهي وقتنا، هل برأيك الضغوط الأمريكية تحديدا مختلفة على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمزيد من التصعيد مع حزب الله، خوفا من أن يؤدي إلى حرب شاملة؟ بكل تأكيد نحن نسمع تصريحات قلقة من قبل الرئيس بايدن، ولكن السؤال هو كيف يمكن ممارسة الضغط على حزب الله كي يلتزم بالقرارات الدولية. حتى الآن لا نرى نتائج، نسمع إشاعات مختلفة إيجابية وسلبية، ولكن أعتقد أنه وجود نتنياهو في الولايات المتحدة يشير على عدم توسيع الحرب على الأقل إلى يوم الأحد مساء عندما يعود نتنياهو من الزيارة للأمم المتحدة.